مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا بدات مباراه منتخبنا الاولمبي ومنتخب المغرب في تحديد المركز الثالث في اولمبياد باريس من دقائق. مباراه طبعا بنتمنى اكيد فوز طبعا منتخبنا بيها علشان يتوج بالميداليه البرونزيه. ولكن بعيدا عن المباراه وبعيدا عن نتائج المباراه النهارده هتكون ايه، خلينا نقول ان منتخبنا عمل مشوار جيد جدا في الأولمبياد وكسر حواجز وقدر يجاري منتخبات كبيرة، وكنا قريبين جدا جدا في مباراة فرنسا من الفوز. وكمان المنتخب هو ده اللي خلانا كلنا فخورين بيه دلوقتي، ان هو رفع سقف كل طموحات المصريين، ان هو قادر بشكل كبير جدا ان هو ينافس. كلنا لا شك طبعا كنا منتظرين ان احنا ننافس على الميدالية الذهبية، ولكن لما تيجي تبص كده على مجمل مشوار المنتخب، لا يعني مشوار يحترم، منتخب جيد جدا في ظل الظروف والمشكلات اللي واجهت الجهاز الفني واللعيبة قبل انطلاق البطولة. فانت قدام منتخب انت لازم تحترم مسيرته، لازم تحترم مشواره طوال البطولة، تقدر تقول ان هم عملوا اللي عليهم وزيادة. ايا كانت بقى النهاردة نتيجة مباراة المغرب ايه، انت طالما بتشوف ان هم عملوا اللي عليهم جوه الملعب، طالما بتشوف ان هم كانوا رجالة من اول دقيقة لاخر دقيقة طوال المشوار بتاعهم، فانت فخور بيهم. احنا فخورين بالمنتخب الاولمبي، سعداء بالمستوى، سعداء بلعبتنا، سعداء ان احنا عندنا جهاز فني بقياده ميكالي